هاي لكل محبي اوتو فوكس، دائما مستمرين معكم مع شركه انبو خاطر وكيله مازدا بلبنان لنتعرف سوا على النيو مازدا 3 2015 يلي عم يكون اللانشينج تبعها رسمي عبر اوتو فوكس، ودائما مع مسيو انطوني ابو خاطر الكو سي او لشركه انبو خاطر. انطوني هاي مره جديده، هاي عن جد سيارات اكثر من رائعه. عم بحكي سيارات لانه عم نشوف الوان عديده للمازدا 3 وكل لون يمتاز بشيء معين يعني، والالوان كلها عن جد اكثر من رائعه اللي عم نشوفها باوتو فوكس. عم تطلقوا اليوم سياره اكثر من رائعه عبر اوتو فوكس هي المازدا 3 2015. بدنا بس نذكر انه ليش عم نشوف 2015 من هلا، يعني بعدنا ببدايه 2014 تقريبا. مازدا بس يطلعوا طراز جديد بيطلعوه 2015 يعني قبل بسنه. كل الاشخاص اللي عم يشتروا هالسياره هيدا عم يستفيدوا من هالسنه الاضافيه. مازدا 2015 سياره رائعه، حابب انه اليوم نفرجيها لكل هالاشخاص، الاشخاص اللي ما قدروا يشوفوها بصلاتنا فيهم يروحوا يشوفوها كمان بالاب اس، يصوروا هالسياره يحطوها على انستغرام، يحطوها على فيسبوك هاشتاج مازدا اب اس. بهالطريقه هيدي ممكن يربحوا جائزه قيمه مازدا 3 اب اس اكيد. بهالطريقه هيدي فيهم يربحوا جائزه نقديه قيمه. هالسيارة رائعة، بدي اياكم بلكي فينا نبلش نعمل نفرج هالشوفي تحت هالستار الازرق. يلا بنشوف السيارة سوا، واكيد يعني اليوم عم نشوف هالمازدا 3 البيضاء يلي موجودة تحت هالستار الازرق، مازدا 4 موديل 2015. بتشوفوا من قدام هالكودو ديزاين وهاللمبة هالضو الامامي يلي هو ليد، هالشكل يلي هو كودو ديزاين اللي بتشوفوه، هالزيح اللي عم بتشوفوه هلا على الكاميرا يلي من اول السياره لاخر السياره. من هون عم نشوف السياره من قدام، هالسياره بنشوف اللوجو المازدا الكبير، بنشوف الفوج لايت من قدام، بنشوف هالليد لايت من قدام. هالديزاين هيدا اسمه كودو ديزاين، موجود على كل سيارات المازدا يلي هي المازدا 3، المازدا 6، سي اكس 9، سي اكس 5. من داخلها عم نشوف انه في صبيتين، هالصبيتين بيطلعوا باكج بالسياره عمتني ولا كيف تنعرف لنوضح للمشاهدين بس مش اكثر يعني. لا بتشوفوا هالسياره في صبيتين، ليش؟ لانه حبوا السياره من جوا، كمان من جوا عندكم كوكبيت بجنن، رح نشوفه بفيديو بعد شوي. انتو انا نزلت صورت السياره بالابي سي والهاشتاج هو مازدا 3 ابي سي. بدك تعمل لي لايك كرمال اربح الجائزه الماليه. اكيد اكيد لازم كل الاشخاص يفوتوا يعملوا لايك لصوره جورج ونشوف اذا رح يربح هو. شو هاللون الحلو اول شيء اليوم الابيض كمان، يعني شفنا الوان عديده للنيو مازدا 3 بس الابيض كمان كثير كثير اعطيها طابع حلو. وعم نشوف كمان اللاينز واضحين اكثر، صاروا كل ما تفتح السياره كل ما اللاينز بينوا اكثر وشكلها بصير اوضح.
على المشاهد اكيد. واليوم بالكاميرا لون ابيض كمان معناته هيك رونق مميز. يعني المازدا 3 هي سياره رائعه معموله موديل 2015 رح تضل نفس الموديل 2020 2020 فالسياره هيدي معموله مش ل 2014 معموله للمستقبل. روحوا شوفوها رح حتى على الكاميرا ما عم تعطي كل الجمال اللي هي مزبوط. نعم. بس تشوفوها لايف سياره بتشوفوها اجمل واجمل. روحوا على الابيسي صوروها واربحوا. حتى فيكم تروحوا تشوفوها بكل صالات عرضنا. مش هنرجع نذكرهم بتعرفوهم من ستابلوس لسور بشتورة بجبال. نعم. وبشياح بجديدة بجلد ديب وبفغدة. كمان كنا عم نحكي عن شكلها بدنا نحكي كمان السيارة في محركين ال 1.6 وال 2.0 مزبوط. أربع سيلان مصروف بنزين ممتاز مع نظام السكاي درايف أو سكاي لاين سيستم كمان اللي راكب عليها كمان ليعطيها سلاسة أكثر بالقيادة وتكون سيارة صديقة للبيئة أهم شيء. اليوم السيارة فيها شيء اسمه سكاي أكتيف تكنولوجي. سكاي أكتيف تكنولوجي هي تكنولوجي لمازدا باتنت مازدا عم تساعدكم بتوفير البنزين 15% عم تعطيكم قوة محرك 15% أكثر. ما فيني أحكي أكثر من لازم تجوا تجربوها. رقم التست درايف عم يقطع هلا على الشاشة بتشوفوه بتلفنوا لنا بنحجزكم تست درايف عليها أو فوتوا على الأبلكيشن تبعنا واطلبوا التست درايف كمان فينا نعملها. هالسيارة هيدي أكثر من رائعة نزلوا شوفوها بصالتنا أو بالـ ABC. جورج سيئة هالسيارة جورج شريط لقيتها كتير مريحة أهم شيء يعني وكتير فيها كل متطلبات السايق يعني من الهاي تك اللي فيها من القعدة اللي فيها للسيارة قعدة رياضية بنفس الوقت شكلها بيعطي انه هي شكلها كلاسيكي وبتلبي كل الطموحات ان كان للسيدات ان كان لشباب الجامعات او حتى للأعمار الكبيرة عن جد جامعة كل شيء هالنيو مازدا 3 اللي عم نشوفها اليوم وخاصة لفتني كتير اللون الأبيض مش عم بذكر بأوتو فوكس معنا بهالحلقة اليوم. اوكي جورج انطوني اكيد السيارة رح تاخد نجاح كبير مش بحاجة يمكن لشهادتي انا شخصيا وبلشت تلاقي نجاح كبير على كل حال ان كان من الاشخاص اللي عم يجوا يشوفوها بالشوروم او عم يعملوا تيست درايف او عم يشوفوها كمان عبر اوتو فوكس على الام تي في كثير اشخاص واصداء عم يسمعها انا شخصيا. انا بتشكرك لوجودك اليوم معنا وبدنا نذكر انه تشوفوا السياره وتشوفوا غيرها من السيارات wheelers.me الويب سايت الاول للسيارات بالشرق الاوسط وكمان مشاهدينا ما تنسوا تتابعونا على الفيسبوك وتويتر. الى اللقاء.